سيادة المتحدث أيمن عراقي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، هي مجرد نقاط وشواغر ممكن أنقلها لسيادتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الشارع المصري. البعض بيتكلم أنه ممكن يكون في مخاوف من هروب بعض هذه العناصر من خارج سيناء إلى مثلا محافظات القاهرة الكبرى. ما هي الضوابط التي يمكن يعني نوصل رسائل طمأنة لعدم حدوث ذلك؟ شاغر آخر، بالنسبة لعدد الأجانب اللي تم ضبطهم، هل في عدد ممكن يتقال إنه عددهم كذا أو من جنسيات كذا وكذا وكذا؟ برضو عايزين رسالة طمأنة أخرى إن مع افتتاح معبر رفح اليوم لمدة 4 أيام حتى يوم السبت، عايزين برضو نوجه رسالة طمأنة إن العمليات العسكرية بعيدة كل البعد عن المنفذ الحدودي أثناء انتقال الإخوة الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة. شكرا يا فندم. طبعا احنا اتكلمنا في العملية الشاملة، احنا قلنا في مراحل العملية في مرحلتين، المرحلة كانت مرحلة تحضيرية والمرحلة الرئيسية اللي احنا شغالين فيها اللي بدأت من 9 فبراير. طبعا المرحلة دي في كافة أنحاء الجمهورية وليس في الشمال ووسط سيناء، وتنفيذ التأمين والإجراءات التأمينية المشددة على كافة المعابر والمعديات المؤدية إلى شمال ووسط سيناء، بالإضافة إلى تأمين كافة المنافذ الحدودية للدولة في كافة الاتجاهات. فطبعا احنا بنطمن الناس في عدم قدرة العناصر الإرهابية من خروج من سيناء إلى داخل المحافظات، هي محاصرة في مناطق العمليات في شمال ووسط سيناء فقط، وفي قوات خارج مناطق العمليات بتأمن أي تسرب للعناصر الإرهابية أو الإجرامية المتواجدة في البؤر الإرهابية. ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، احنا طبعا كنا أشرنا قبل كده في بيانات ان في بعض العناصر الأجنبية ضمن العناصر المقبوض عليها، وما زالت الإجراءات القانونية بتتخذ حيالها، واللي عدم ثبوته أو تورطه في أي قضايا أو دعمه للعناصر التكفيرية ده احنا قلنا بوجه عام بيتم الإفراج عنه. أما فيما يخص معبر رفح، احنا طبعا أنا عايز أأكد على عدم الربط ما بين فتح معبر رفح وأي عمليات عسكرية حتى في الفترة السابقة. طبعا طبقا لاتفاقية المعابر سنة 2005 معبر رفح لم يعمل بصورة رسمية حتى الآن، ولكن بيتم فتح معبر رفح بصورة استثنائية لثلاث أغراض، سواء دخول مساعدات إنسانية أو استقبال بعض الحالات المرضية والإنسانية لأهالي قطاع غزة، أو للعالقين من قطاع غزة زي الحج والعمرة، أو أي حد من مواطني غزة مسافر دولة خارجية، وده بيتخذ كافة الإجراءات والضوابط الأمنية بواسطة كافة الجهات الأمنية. تفضل. هذه محرم أخبار المسائي، أنت تسأل واحد بس، هل في تعاون وثيق بين مصر وبين الدول الصديقة أو الدول اللي عندها تستخدم تقنيات حديثة جدا كالأقمار الصناعية في الكشف عن أماكن الإرهاب أو تتبع الإرهابيين؟ شكرا يا فندم. طبعا يا فندم، مصر بتتعامل مع العالم كله وبتحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله وعن المنطقة، وطبعا في دول كتير بتدعمنا بالمعلومات، وأي معلومات متوفرة عن محاولة انتقال عناصر إرهابية من البلاد إلى خارجها أو من الخارج إلى الداخل طبعا بيتم التعامل فيها مع الدول الصديقة. والحمد لله يا فندم احنا علاقتنا العسكرية استراتيجية مع العديد من الدول الكبرى والعظمى والعديد من الدول المنطقة. ماشي يا فندم، اتفضل يا فندم. ماشي، اتفضل يا فندم. أحمد الديب، جريدة موقع فيتو. حضرتك أشرت في البيانات السابقة إلى أن العملية تشمل جميع مناطق الجمهورية. حابين نطمن أهلنا في الدلتا، دايما بنقعد نقول الدلتا ونقول المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية. هل تم رصد بعض التحركات لبعض الإرهابيين؟ هل تم رصد أي عدائيات؟ حابين نطمن الناس في المناطق دي. حاضر يا فندم. احنا قلنا يا فندم إن في قوة مكافحة الإرهاب مشكلة من القوات المسلحة والشرطة المدنية وقوات حرس الحدود، دي متواجدة فعلا حاليا في الظهير الصحراوي للدلتا وغرب وادي النيل، ودي موجودة لملاحقة أي عناصر تكفيرية وإجرامية في المناطق المتواجدة بالظهير الصحراوي. ده طبعا بالإضافة للدوريات الأمنية الغير مدبرة المتواجدة داخل المحافظات بين القوات المسلحة، بالتعاون الكامل بين القوات المسلحة والشرطة المدنية. واحنا قلنا بننفذ حوالي 500 دورية أمنية بشبه يومية لتأمين المدنيين داخل المحافظات والأهداف الحيوية والقومية الموجودة بالدولة. تفضلي يا فندم.
ساميه زين العابدين مدير تحرير جريده المسا. احنا عارفين يا فندم ان مصر مش بتحارب هؤلاء التكفيريين، دول اداه، وعارفين ان هناك قوى استخباراتيه دوليه واقليميه وراء هؤلاء. في الفتره الاخيره فندم بعض هذه الدول بتبث سمومها من خلال بعض وكالات الانباء التابعه ليها او بعض صفحات التواصل، من خلالها بتحاول تبث الفرقه والتشكيك لدى المواطن والشعب المصري في جيشه، وفي محاوله لوقت النجاحات القوات المسلحه المصريه والشرطه المصريه بتقوم بيها. انا برجو من حضرتك فرصه، كل المصريين هيستمعوا لهذا اللقاء، ازاي حضرتك نحصن ولادنا وشبابنا ورجالتنا من ابناء الشعب المصري من الحرب الشرسه اللي بتقودها حاضر تلك الاجهزه من خلال ابواق معاديه. حاضر. طبعا شكرا لحضرتك، لان بتتزامن مع العمليه في بعض وسائل الاعلام بتتداول بعض الاخبار تماما غير صحيحه، وانا باكد على كافه وسائل الاعلام تحري الدقه فيما ينشر عن العمليات، سر عمليات بشمال ووسط سيناء بالاخص. واحنا بنوافي الشعب المصري بالبيانات الرسميه من القوات المسلحه بصفه يوميه، ونرجو الرجوع اليها بكل شفافيه ومصداقيه البيانات اللي بنتداولها. فطبعا انا بطمن حضرتك ان جميع الاخبار احنا بنغطيها من خلال بياناتنا الرسميه، وبنرجو طبعا من وكالات الانباء مره اخرى عدم تداول اي اخبار غير صحيحه عن سير العمليات ورجوع المصادر الرسميه. اتفضلي يا فندم. هدى عبد العزيز، اذاعه راديو مصر، الهيئه الوطنيه للاعلام. كنت حابه يعني من خلال مؤتمر حضرتك نوصل رساله طمانه لاهالينا في شمال سيناء، تحديدا مناطق العمليات. عارفين كلنا ان في تعطيل للدراسه في المدارس والجامعات هناك، عارفين ان في صعوبه عندهم طبعا في الوصول لاحتياجاتهم اليوميه سواء غذائيه او صحيه. كنت حابه اطمنهم على يعني قرب انتهاء العمليات التنسيق ما بين اجهزه الدوله المختلفه علشان تعودهم في التعليم، في الصحه، في التغذيه وما شابه ذلك. حاضر. شكرا. طبعا احنا قلنا فندم في بدايه العمليه ان بيتم التنسيق الكامل بين القوات المسلحه والشرطه المدنيه وكافه مؤسسات الدوله. اهالينا في سيناء فندم بيقدموا لنا كافه الدعم المعنوي لسير العمليات، بالاضافه الى كم هائل من المعلومات عن البؤر الارهابيه. وبعض مناطق العمليات التي بيتواجد فيها اهالي سيناء بنوفر لهم بعض الحصص التموينيه في حاله عدم استطاعتهم على القضاء التزاماتهم التموينيه او الحياه اليوميه. اتفضل يا فندم. محمد الحمراوي، قناة الغد. كنت بسأل يا فندم على البيان العاشر للقوات المسلحة أشار إلى انتشار المجموعات القتالية في بعض الأماكن اللي تم تمشيطها تمهيدا لعودة الحياة لطبيعتها. لو نقدر نعرف من حضرتك طبيعة أو تحديد لهذه الأماكن يعني كعلامة على النجاح الكبير اللي تم وتمشيط أو تطهير هذه الأماكن من العناصر الإرهابية. السؤال الثاني فيما يتعلق بعمق المياه الاقتصادية المصرية والعمليات اللي بتقوم بها القوات البحرية، هل تم رصد أي تهديدات أو تحركات أم أن هذه الإجراءات إجراء طبيعي في ظل تزامن العملية الشاملة في سيناء 2018؟ شكرا. طبعا احنا اتكلمنا يا فندم ان في العديد من البؤر الإرهابية تم تمشيطها وتطهيرها كاملا من العناصر الإرهابية، والشرطة المدنية بتفرض السيطرة الأمنية داخل المناطق وإعادة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، وفي طبعا امثله كثير وتم عرضها في بيانات مختلفه. مع محاصره اي عناصر ارهابيه فاره من مناطق العمليات الى وسط سيناء بواسطه القوات المتواجده من الجيش الثالث الميداني ومداهمه العديد من المناطق الجبليه اللي بيحاولوا يلجؤوا لها للاختباء بها. اما بالنسبه يا فندم لتامين الاهداف الحيويه، احنا قلنا القوات البحريه بتؤمن كافه الاهداف الاقتصاديه في البحر الاحمر والبحر المتوسط، سواء في تهديدات او بدون تهديدات. واحنا طبعا اتكلمنا امبارح وعرضنا امبارح عن تأمين بالأخص حقل ظهر في البحر المتوسط وأي أهداف اقتصادية أخرى متواجدة في البحر الأحمر والبحر المتوسط، القوات البحرية بتقوم بتأمينها على أكمل وجه. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاتم إناوي، قناة دي إم سي. كنت سؤالي لحضرتك بخصوص العمليات اللي بتتم يا فندم في هذا التوقيت الحالي،
يعني احنا نعلم احنا في اقتراب للاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات الرئاسية، هل من ضمن المهام الموكلة للقوات المسلحة إعادة وتجهيز المناطق التي يتم تمشيطها لكي تستقبل الناخبين إن شاء الله بعد شهر من الآن؟ الجزء الثاني من السؤال يا فندم، القيادة السياسية كانت قد حددت 3 أشهر لهذه العملية، يعني نحن نتحدث عن الشهر الثالث في هذا الشهر، يعني هل سيكون هناك التزام بالموعد المحدد والذي تم تحديده مسبقا، أما المتغيرات قد تقوم بتعديل هذا الموعد؟ وشكرا لكم. طبعا يا فندم احنا القوات المسلحة والشرطة المدنية بتعمل أو مدربة على تنفيذ العديد من المهام في نفس التوقيت، فطبيعي يا فندم في ميعاد تأمين الانتخابات إن شاء الله فندم القوات المسلحة متواجدة بالإضافة للشرطة المدنية في تأمين كافة المقار الانتخابية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية. أما فندم فيما يخص توقيت العملية، إحنا بدايتنا في عرض الملخص أو السمات الرئيسية للخطة الشاملة لمجابة الإرهاب، اتكلمنا فندم إن أهداف العملية هي تطهير شمال ووسط سيناء من العناصر الإرهابية وتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية ضد عدائيات، وعند الوصول يا فندم لتحقيق المهام المخططة هيبقى الوصول إلى نهاية العملية والتطبيق المراحل الأخرى. تفضل يا فندم. آخر واحد بعد حضرتك فندم. أحمد عثمان قناة العربية. يمكن زي ما كان حضرتك تحدثت عن الخسائر اللي بيتكبدوها هذه العناصر، يعني بالتأكيد هناك ربما يعني محاولات للاختباء، هناك محاولات للهروب، هناك محاولات للتنسيق مع عناصر خارجية ربما لمساعدتهم في هذه الأيام الاثنى عشر اللي فاتوا، يعني هل هناك رصد لمحاولات دعم حاولت أن تأتي من الخارج أو من الداخل لهذه العناصر اللي حضرتك ذكرت عليها؟ حاضر يا فندم. طبعا احنا شفنا في المضبوطات مراكز اعلاميه ومراكز ارسال ومحاوله العناصر الارهابيه التواصل مع الخارج، حتى في الاماكن الجبليه الصعبه اللي متواجد فيها شبكات اتصال عاديه بيستخدموا بعض وسائل الاتصال الحديثه للاتصال بنظائرهم خارج البلاد. وطبيعي يا فندم احنا اتكلمنا على ان العمليه الشامله القوات المسلحه والافرع الرئيسيه والتشكيلات التعبويه بتشتغل فيها على كافه الاتجاهات نظرا لرصد العديد من التهديدات الخارجية ومحاولة التواصل العناصر الإرهابية الفارة من المشرق العربي مع نظائرها في شبه جزيرة سيناء لتكوين أو لخلق بؤرة جديدة لها. إن شاء الله يا فندم العملية الشاملة من ساعة ما بدأت لغاية دلوقتي بنأمن كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالإضافة إلى دحر الإرهاب أيا كان منطقة تواجده. تفضل يا فندم. مروة عبدالله من جريدة الوطن. يا فندم كنت بسأل على يعني حضرتك في البيانات المتتالية تم الإشارة إلى تدمير عدد كبير جدا من السيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية، أين كانت هذه الدراجات؟ يعني هل هي يمتلكها عدد من أهالي سيناء؟ هل هي غير مرخصة؟ يعني الناس حابة تعرف في الشارع يعني من أين جاءت كل هذا الكم من السيارات، وخاصة أنها سيارات فارهة جدا ومكلفة، من أين جاءوا بهذا الكم من الأسلحة والمخازن والمتفجرات؟ شكرا. حاضر يا فندم. طبعا يا فندم احنا عارفين ان بدء الإرهاب في شمال سيناء طبعا ده بالتزامن مع بدء ثورات الربيع العربي، ابتدت طبعا كان في انتقال العناصر الإرهابية عبر الحدود إلى شمال سيناء واستخدام الأنفاق والحدود الغربية، انشغال طبعا الأجهزة الأمنية بضبط الشارع المصري بعد ثورة 25 يناير، وطبيعي يا فندم إن كم الأسلحة ده متخزن في الجبال أو جالهم إمدادات خارجية من بعض المنافذ وخاصة عن طريق الأنفاق، والحمد لله يا فندم حاليا إحنا دمرنا عدد كبير من البنية التحتية للعناصر التكفيرية ومواصلين للقضاء نهائيا على أي معدات او اسلحه او اي عناصر موجوده في شمال وسط سيناء. استاذنكم اخر سؤال يا فندم، اتفضلي. داليا عثمان، المصري اليوم. لاحظنا ان في تحول نوعي للعمليات للعناصر الارهابيه وانتقالهم من الحياه اللي هي تحت الارض الى سطح الارض اللي هي الجبال، يعني الانتقال من حياه الانفاق للجبل. فهل نفهم أو نستشف من ذلك أن هناك تم السيطرة الكاملة والانتهاء تماما من الأنفاق، وكم
يعني كم الأنفاق اللي تم الانتهاء منه، وكيف يتم تضييق الحصار حاليا على الجبال بالنسبة للعناصر الإرهابية لضمان عدم انتقالهم إلى داخل البلاد؟ شكرا. هو فندم طبيعة العمليات في شمال سيناء مختلف عن وسط سيناء، لأن طبعا وسط سيناء بها العديد من الجبال وتضاريسها الصعبة زي ما حضرتك شايفين. هو طبعا في شمال سيناء في بعض المناطق السكنية أو المناطق الزراعية هو بيعمل ليه مخابئ وملاجئ تحت الأرض بيبدأ يتحرك من خلالها. يعني ده فندم الأنفاق، هو دي وسيلة لتهريب الأسلحة والذخائر أو المعدات من وإلى داخل شبه جزيرة سيناء. أما في المناطق الجبلية بوسط سيناء ده بيتم حصار الجيش الثالث، قوات الجيش الثالث أفلق تماما حصار على عناصر إرهابية، فهي عندما تنتقل إلى المناطق الجبلية واستخدام التضاريس الصعبة بيتم فندم مداهمتها داخل الجبال وفوق الجبال وفي أي مكان هيتواجدوا فيه إن شاء الله. شكرا جزيلا.